بالنسبة للموظف اللي يعتمد على دخل اللي هو دخل الوظيفة، فيقوم بعمل أشبه بميزانية لهذا الراتب، يفصل كبنود يعني المصاريف العامة، المدارس، الفواتير وغير ذلك. هل يدخل هذا في حديث لا تحصي فيحصي الله عليك؟ لا إن شاء الله لا يدخل. إنما الإنسان أحيانا يعني يعطي نفقة أو صدقة، فلا ينبغي أن يدقق كم أعطى فلانا كم أعطى فلانا، نقصت زادت، هذا الذي ينصرف أول ما ينصرف إليه الحديث. أما كون الإنسان يعقل ما يأتيه من مال ثم يجعل لكل شيء مما أمر شرعا بالنفقة عليه ما يناسبه ما يوافقه ما يجعله مخصصا له، فهذا من القصد الذي أمر الإنسان به شرعا، وقد كان هدي أنبياء الله القصد. الله عز وجل يقول ولا تسرفوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكثر بعضهم قال كأنكم تأخذون الذهب من هذا الجبل أو من هذا الوادي، يعني كأن الأمر يسير. ولا ريب أن الإنسان العاقل لا يقبل بهذا، وإنما جعلك للميزانية حسن جدا تعان به إن شاء الله تعالى على ما يرزقك الله إياه. سأل الله أن يبارك لك في رزقك ويزيدك من فضله.